السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه المحاضرة تكملة للمحاضرات السابقة لطلبة المنظمة الليبية للغات والترجمة، ولطلبتي أيضا على ولكل مشاهدي قناتي على اليوتيوب English Linguistics بدر الوناشي. طبعا المحاضرة السابقة أكملنا إلى إيش؟ إلى الأسماء التي تسمى باللغة الإنجليزية Displaced Articulation أو المكان الغير متنبأ، يعني في النواطق قلنا ان النواطق الثابته كلهم من فوق في الفك العلوي يعني ثابته، واللي في السفلي كلهم متحركه لان نرجع من فوق، فلذلك هم سموهم على العلوي كله لان متنبأ به من السفلي. لكن توا هنا جينا الاخر صوتين في اللغه الانجليزيه اللي هن يمثل الشيء هذا، صوتين ساكنين طبعا في اللغه الانجليزيه هن اللي فيهن شنو؟ جتني شيء غير متنبأ من النواطق السلبية النواطق المتحركة النقطة، يعني هي شنو؟ فيها الشفة السفلية عدت لشنو؟ أبرتيت ست هنا، يعني الأسنان العلوية جنهن من جت الشفة السفلية. فالصوت هذا هو كان في القرن الرابع عشر كما قلت، هو كان صوت نفس اللغة العربية، هو فوزلس يعني غير اهتزازي، فنفس في اللغة العربية بالضبط اللي هو جاء صوت ف في القرن الرابع عشر كان هذا بس يعني، لكن بعد ذلك جاء صوت آخر نظرا طبعا لأن اللغة الإنجليزية مخلطة واجد، يعني اللغة الإنجليزية 20% منها بس إنجليزي من أصلها، هي 80% الآخرات كلهم من غير الإنجليزية، فاللي هو جا صوت هو اهتزازي، هو الشفة السفلية تعدي للأسنان العلبية في هذه الصوتين، من الصوتين الوحيدين اللي في اللغة الإنجليزية اللي في الناطق الإيجابي جاني غير متنبأ به، يعني كنت ننتظر التمبر بريك ذا تانك كيف الس والت والد والله وغيرهم، لكن جتني الشفة السفلية فهذا هو displaced articulation، فسموهم شنو؟ يعني شوف هي أسناني مع بعض، طبعا الأسماء هذه الأسماء لاتينية ليبيو دنتال شوف هي أسناني ليبيو دنتال مع بعض سموهم مرة واحدة، فسموهم ليبيو دنتال اللي هي الف والفا. لأن آخر أصوات ساكنة إذا كنت تبهتوا الفيديوهات السابقة فهذه آخر أصوات ساكنة في بالنسبة للغة الإنجليزية اللي هنا 22 صوت. فالآن نقدر نحن نسموهم، ودك تختار طبعا شوف على حسب اختياراتك أنت يعني طالب، على حسب اختياراتك أنت تبدأ فيها منين، يعني هذه الأنف وهذه الشفة هذه الأسنان بعدين البروز بعدين جدار الصلب للفم بعدين اللهاء، هذا من بالنسبة لفوق، هذا طبعا في الخلف جدا اللي هو الجدار الخلفي للحلق، بعدين عندك الشفة السفلية للأسنان الخلفية، أكبر عضو قلنا اللي هو اللسان، أجمل ما في اللسان هو التبر بليد، طبعا متعدي الأبر تيث ولا الألفيلر ريدج ولا البوست ألفيلر، ثلاث مناطق تبر بليد تب بعدين البيت ذا تانك، بعدين عندك الفرونت ما نعديش الا البلات اللي هو جدار الصلب للفم من فوق في سقف الفم، بعدين الباك ذا تانك اللي هو ظهر اللسان تعدي للجدار الناعم للفم من فوق، بعدين الروت ذا تانك الروت اللي هو جذر اللسان لا يستخدم في اللغه الانجليزيه الا طبعا في اللغه العربيه وغيرها من اللغات. طبعا هنا بعدين عندنا القصب الهوائي اللي هي اللارينكس، فيها من جوا الويند بايب اللي هو القصبة الهوائية، في داخلها جوا اللي هو اللي احنا نقول له باللغة العربية الأحبال الصوتية، بس هو عبارة عن غشاء واحد مقسم إلى اثنين كاي يحلو يسكر في نفس السرعة، اللي هو فوكال كوردس أو فوكال فولدس سميها كما شئت كوردس أو فولدس. فتقدر تبدأ من هنا الأصوات اللغة الإنجليزية، طبعا الرئتين والعضلات بتاعت القفص الصدري اسمهن intercostal muscles
لما هذه يضغط في الرئتين بيشتغل على الهواء، معاه الدايافرام اللي هو بيش يضغط على الرئتين ويفضيهن، بيش يبدا الانسان يحكي ويدوي. طبعا اول صوت غريزي يطلع من هنا، صوت ساكن. طبعا الاصوات الساكنه ما زلنا كل الفيديوهات السابقه كانت كلها على الاصوات الساكنه في اللغه الانجليزيه. فهذا الصوت طبعا بدك تبدا من هنا وبدك تبدا من هنا. فننظر طبعا الاصوات السابقه، بدينا كل من هنا نبدا من هنا من هنا. طبعا اي صوت ساكن معناه فيه مسك للهواء. فانا في دار الاي بي اي هي انترناشونال فوناتيك الفابت، سمت علي كل اسم ساكن على حسب اول شيء قلت لها حاجه اسمها الفوسنج، عمليه الفوسنج اذا كان صوت اهتزازي او غير اهتزازي في اللغه العربيه او بالمعاني الاكاديميه العربيه السابقه لما دورت عليها من قبل علماء الاربيك فونيتيشنز اللي هم علماء الاصوات العربيه من زمان بكل، فكانوا يسموا فيهم المهموس والمسموع. المهموس والمسموع، المهموس اللي هو الفويسلس والمسموع اللي هو الفويست، اوكي اللي هو اللي فيه اهتزاز، يعني بالمعنى البسيط اللي هو انه في هزه في الـ في الـ في اللارينكس، ولا ما فيش هزه اللي هي في الصوت. تقدر طبعا تشوفها اهتزازي، انا اشوف غير اهتزازي اهتزازي د ذ هيك اوكي. هذه عمليه سهله. فكانوا يسموا الصوت الساكن على حسب اول شيء طبعا على حسب ثلاث كريتيريا، اي صوت ساكن في العالم يعني في الدنيا في اي لغه. كانوا مثلا فويسنج، هذا شوفوه فويسلس ولا فويست يعني غير اهتزازي واهتزازي. فهذه اول شيء. بعدين عندك البليس اوف ارتكوليشن، بليس اوف ارتكوليشن يعني البليس مكان المكان اللي متسك فيه الهواء، معناها ساكنه. بليس اوف ارتكوليشن اللي هو ايش؟ مكان اللي متسك فيه الهواء. طبعا المكان يحتاج الى شيئين، ما فيش يدك ما تقدرش تمسك بروحك، لكن يدينك تقدر تصفي. فنفس القصه يعني مكان اللي متسك فيه الهواء طبعا يحتاج الى شيئين. هنا عندنا الفك العلوي ثابت، فك السفلي هو اليركاله، فك السفلي هو اليركاله. يعني الاكتف ارتكوليترز النواطق النواطق المتحركه اكتف ارتكوليترز، وانا باسف ارتكوليترز اللي هن النواطق الثابته كلهم فوق. حتى شوف الاي بي ايشن صار تم تسمي في البليس طبعا عن طريق الباسف ارتكوليشنز، لان النواطق الارتكوليترز النواطق الجامده. ليش هذين ما سموهمش؟ لان فوق ما يقدرش مثلا، احنا عندنا مثلا لسان كبير ما يقدرش يوخر الى الهاء او لسان يعني شفرة اللسان من قدام، تقدرش توخر لها ولا سقف الناعم للفم، نو no واي ابدا. لذلك يمكن بالتنبؤ به هم قسموا طبعا هنا لوطه ما عندكش الا اللور ليب هي الشفه السفليه، بعدين اللور تيث سيت اللي هن الاسنان الخلف الاسنان السفلى، بعدين اكبر عضو خلاص عندك شيئين ليب بعدين الاسنان السفلى. نقطة اللسان، اللسان هذا طبعا اللسان معروف في الطب اللسان تعال، بس الفونيتيشنز قسموا الى خمسه، تب بليد، تب هي الشفره الخفيفه، بعدين البليد حتى هي من قدام شويه، بعدين الفرونت هي مقدمه اللسان، بعدين الباك ظهر اللسان، بعدين الجذر روت. اوكي طبعا في اللغه الانجليزيه بدينا ايش بالباك، بالباك وعدي يعني طبعا باش تقدر تحفظها وسهله عليك. الباك ما تعديش الا للجدار اللي هو سميناه الفيلا اسم طبعا لاتيني، الفرونت اوف ذا تانك ما تعديش الا البات، والتبرو بليت مع بعض طبعا. التبرو بليت ابدا بالبوست الفيلر، بعدين الفيلر ريدج اللي هو الالفيلر ريدج اللي هي البروز اللي خلف السنون تقدر تشوفها بلسانك هذا اسمه الفيلر ريدج، بعدين الابر تي ست. يعني التبرو بليت عندنا عندي ثلاث مكانات مشلل، بوست الفيلر والالفيلر ريدج و ابر تي زت تمام. فسموا النواطق الاسماء هذه الكونسونانتس اكوردنج تو ذير بليس اوف ارتكوليشن هنا في الباسف ارتكوليتورز. اوكي فمثلا انا طبعا بنبدا من هنا، اول شيء يديروا فيه بالشفه لجانب هنا الب والم والب، هذينا طبعا هذه فوست وهذه فوزلس وهذه فوست، يعني اثنين فوست وواحده فوزلس. اوكي تعال ندير الفويس من هنا، فويسلس من غادي يا سي هاي، ها فويسلس
يعني غير اهتزاز والفورس. نزل المرر المحاضره القادمه ان شاء الله هنقدمه اللي هو ايه؟ هذول باللور ليب عند الابر ليب، فسموهن هذول الثلاثه تايليبيوم، يعني شفهيات. بعدين عندك التيث، التيث ماني شيء فيه. عندك ايوه عندك هذه غير اهتزازيه الرمز. طبعا الرموز قد ارسلت لطلبتي خالص طلبة المنظمة وترجمة تطبيق سهل جدا يمكن احمله على على جوجل بلاي اللي هو الفونيمز اسمه، تطبيق سهل جميل جدا، تكتب اي كلمة يطلع لك بالاصول على طول هو بروحه يعني اي كلمة انجليزية. حنبعت لكم اخرى تطبيقات اخرى على بلاي ستور فري فور فري اوكي جايز. بعدين عندنا هذا ليبيودنتال، ليش؟ لان التب اوروبيدنت ذا تانك هي التبر بليد ذا تانك، يعني شفرة اللسان هذينا الراس وشفرة اللسان عدا للسنون العلوية فسموه دنتال اسناني. يعني هذينا باي ليبيل هذينا دنتال، شوفنا ماشي من هنا ومعدي هيك في اللغة الانجليزية. ما نخرى صار في اللسان تعال خذ معي الديسبليس بالمرة، يعني الشفة العلوية الشفة السفلية عدت لل للأسنان العلوية، شيء غريب جدا هو displaced articulation، يعني شيء غير متنبأ به. فلذلك هنا أنا اللي هنا الفوز لس أنا صوتين علينا هنا فخلطوا بين اثنين ليبيو دنتال شبه أسناني ليبيو دنتال. بعدين تعالي الألفلوريج، طبعا أكثر الأصوات اللغة الإنجليزية في الألفلوريج هنا تبر بريد يعدل من شوف شو نسموه علينا باي ليبيو أنا شنو دنتال على حسب الفوق. ليش للوطة ما سموهونش؟ لأنه متنبأ بيهن جنيهن إلا في هذين اثنين فقالوا شنو نديروا؟ لأننا هنا ما تنبأناش إن لأن الأبر تيت سيت اللي هي الأسنان العلوية ما جتني مدري جتني لور ليب فهنا شيء غريب شوية فلذلك سموه ليبيو دنتال شبه أسناني ليبيو دنتال كيف ما قلت مبذري أيوة. بعدين عندنا الفلورج هنا ما شاء الله عندنا عندنا ت عندنا ايوه عندنا اللورا بحث اهتزازي ز ت د اهتزازي د عندنا ل عندنا ر هذينا اهتزازيات فواحد اثنين ثلاثة ستة هذينا في الألف. شوف اسمع هي تبر بليد على الفلور بريدج تبر بليد ذا تانك اوكي عدد الحاجه اسمها شنو الفيلر ريدج فشو صار عدد الالفيلر ريدج فسموه عن طريق الالفيلر فسموه الفيلرز هذين هذين كلهم سته هذين سموهم الفيلرز. بعدين عندنا شوف نمشي اخرى عندنا المنطقه هذه طبعا حددوها الفونيتيشنز بس مش في الطب يعني ما بعد الالفيلر ما بعد بروز هذا اسمه طبعا ما قدرش نترجمها هو ترجمها الا البروز خلف الاسنان الفيلر ريدج اوكي سموه الفيلرز. بعدين عندنا ايش سوري هنمحى هنا ممكن مش ندير الباقي اوكي عندنا مثلا هنا لهنا المنطقه هذه اسمها بوست الفيلر بوست الفيلر فيها من وفيها فيها تش وفيها ج معناتها سوري نحن الاهتزازي هيك العكس يعني اوكي الاهتزازي طبعا علامه شين كي علامه ج كي ثلاثه بالعكس وانا هنا ج اوكي هنا ج اوكي وعندنا كلهم في المنطقه هذه بوست الفيلر تقدر تجربها بروحها وخليك ماسك على السين صوت السين هذا اللي هو س وعباره عن توخر اللسان تنقلب الى شين يعني س والى غير ذلك يعني فهنا كلهم بوست الفيلر الاربعه هذين. بعدين عندي المنطقه هذه اللي هي البلد ما تجيهاش الى الفرونت طبعا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها رواه مسلم. هذه طبعا سموها هذه البلد ما نجيها يجيها من هي؟ يجيها الفرونت أوكي؟ يجيها الفرونت فسموهن بلطل بلطل هنا و ويا و ويا هذينا بلطل طبعا هنا الاثنين فورست سوري الاثنين ايش فورست اوكي. بعدين عندنا بعد الفيلا هنا عندنا هنا الباك تمشي لها هنا الك
سوري من هنا غيرت الزية فتقعد من هنا. بعدين عندنا الق اهتزازية، بعدين عندنا النون هي اهتزازية. كم هذين يقدرون يعدون فسموهم هذين فيلر. فيلر ليش؟ فيلر نوضح الكلمة طلبها. فيلا بالبريطاني فيلا، بالامريكي فيلر فيلر. اوكي فالباك تعدي لهني فسموهم فيلر. كم صوت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. اثنين وعشرين صوت. 22 consonants English consonants in English. هذين المكانات الـ base of articulation، هذين الـ forces of forces بتاعهم. بعدين عندنا المنر اللي هو هناخذوه محاضرة قادمة إن شاء الله. Thank you guys for listening.